السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين؟ اهلا بيكم في البيت المسكون. المكان كده ورايا كده غيوم من اول ما ابتديت الفيديو، وتحس كده ان انا بعمل فيلم رعب مش بصور فيديو عصافيري. الفيديو بتاعنا النهاردة انا مقلل في الاضاءة وعامل الاضاءة بطريقة معينة كده عشان عاوز اوصل لكم فكرة معينة، بالاخص كمان ان انا حاليا في المزرعة بتاعتي النور قفل خلاص بفضل تايمر الكهرباء اللي المفروض يكون موجود في كل مزرعة، حتى لو بتربي زوج واحد بس المفروض مزرعتك يكون فيها تايمر زي ده. طبعا انا مركب 3 تايمرات، وفي كمان تايمر رابع موجود الناحية التانية مش باين لكم دلوقتي. التايمرات ديت ايه الفايدة منها او الغرض منها ايه؟ هقول لكم كل حاجة بالتفصيل، بس بذكركم في البداية اللي لسه اول مرة يشوف القناة بتاعتنا يدينا اللايك الجميل، واللي بيشوفنا كتير ومعانا ما نتخلش علينا يا عم وتعمل لنا اشتراك، اشترك في القناة عشان كل ما ينزل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه باذن الله. هقول لكم على كل حاجة بالتفصيل. انا ليه مركب التايمر دوت وليه بقول لازم يكون عندك تايمر؟ كل الناس في بداية تربيتها لطيور الزينة بتبقى لسه مش عارفة تجمع معلومات كتير عن الطير، وكل شوية بتقعد تتفاجئ بكلام جديد. زي ما قلنا قبل كده الإضاءة تكون عاملة ازاي، تعالوا نلف كده وأوريكم القفص بتاعي اللي أنا بربي فيه الدنيا فيه عاملة ازاي. القفص بتاعي اللي بربي فيه بعد ما عملت له التطوير أو بعد ما عملت عملية تحسين في حجم الإقفاص، جبت الإقفاص اللي حجمها الكبير ديت وفيها مكان كده للحضان علشان خاطر الطير لما يطلع مع زغاليل وتبدأ الزغاليل ديت في الخروج من العش، أحط الزغاليل اللي اتفطمت في الناحية دي، وبحيث انها تبقى فيه عندها مساحة كبيرة تعيش فيها لحد سن الفطام او لحد ما تكون مطمن عليها. المساحة دي كبيرة مش صغيرة، يعني بتاع قرابة 15 سنتي او 20 سنتي تقريبا، والباب بتاعها هو كبير عشان يسهل عليا الخدمة والتعامل مع الطير، ومسافة جيدة جدا هنا عشان العصفور ما يحاولش يفتح العش ويهرب. طبعا في زغاليل جوه العش هنا من الحاجات اللي نصاص الانجليزة، اول ما حسم برجة بسيطة في القفص قعدوا يصرخوا زي ما انتوا سمعتوا كده، لو كان المايك جايب لكم يعني الصوت. العش بتاعي طبعا الكبير اللي هيشغال بيه دلوقتي كل باستمرار، يعني كل فترة بحاول ان اطور واغير في مكان التربية بتاعتي للاعلى وللافضل. اما بالنسبة بقى للاضاءة، تعالوا كده نطلع في السقف فوق كده عندي، انا غيرت نظام الاضاءة عندي بالكامل، وزي ما انتوا شايفين كده عشان طبعا مخرمش في الحيطة عملت الخشبة اللي قدامكم ديت كده، وحطيت هنا لمبة وهنا لمبة كمان تانية أكبر بيقولوا عليها لمبة بطيخة، وهنا كمان لمبة تالتة. فأنا عندي الإضاءة الأساسية للطير عبارة عن 3 لمبات، هرجع لكم ورا شوية عشان الموضوع يكون واضح أكتر. اللمبة بقى الصغيرة اللي قدامكم ديت دي لمبة خافتة، اللمبة الخافتة ديت بتكون متوصلة بتايمر خاص بيها، أما الثلاث لمبات دول ديت والبطيخة واللي في الآخر دي كده دول متوصلين بتايمر برضو مستقل بيهم. طيب كده هندسة أنت عندك تايمرين بس اللي محتاجهم، ليه التالت؟ التالت عشان خاطر الشفاط اللي موجود عندي في مكان التربية اللي هو في الركن البعيد الهادي دوت، الشفاط عندي هو بيبقى شغال باستمرار ومتوصل برضه بكابل، الكابل دوت طالع للتايمر رقم 3. قال له امال التايمر الرابع اللي بتتكلم عليه هندسه دوت خاص بايه؟ هو دوت التايمر الرابع اللي انا مشغله علشان خاطر اللمبه ديت تحديدا، اللمبه ديت اسمها لمبه الترا فايلوت، دي المسؤوله عن تبقى يعني بديل لاشعه الشمس اللي بيحتاجها جسم الطير. فطبعا مش هينفع اشغلها بايدي كل يوم واقول اه ده انا شغلتها قد كده، لا انا فاكر، لا انا نسيت، لا اعاير لها ستوب ووتش على الموبايل، لا انا بريح دماغي وبجيب لها تايمر يكون خاص بيها. طيب اوصل الليله دي كلها مع بعضها ازاي او ارتبهم مع بعض ازاي؟ يلا بقى بينا نرجع للوحه بتاعت التايمرات اللي معانا عشان نكمل كلامنا ونشوف الدنيا دي ماشيه ازاي. المجموعه اللي قدامنا ديت اول ما تبص عليها ممكن تتلبخ وتقول يا دي سلوك كتير، توصيلاتها صعبه، هعملها ازاي، الدنيا ماشيه ازاي؟ لا ما تقلقش، الفيديو النهارده هيسر لكم كل حاجه وهعرفكم كل حاجه بالتفصيل انا عاملها ازاي. طبعا رقم واحد عندنا المشترك اللي هو اللي لونه ازرق دوت، ده خلاص كلامه منتهي، هتجيب مشترك يكون بس خامته كويسه عشان يستحمل الكهرباء ومع التشغيل المستمر ما يسحش الكابل بتاعه منك ويعمل لك مشاكل لا قدر الله في المزرعه. وزي ما انا قلت لك دلوقتي ان انت محتاج توصل 4 تايمر، واحد خاص بالاضاءه العاليه وواحد خاص بالاضاءه المنخفضه وواحد بيكون خاص بالشفاط. طيب الترتيب بتاعهم يكون عامل ازاي، من فوق من تحت مش هتفرق، المهم تكون انت مظبط كل واحد بالكابل بتاعه الفيشه اللي قدامكم ديت كده المتصله بيه،
وتأكد على الوصلات اللي انت شغال بيها تكون جيدة، واختار دايما خامات ممتازة. نخش بقى في الغميق. اول حاجة عندي التايمر اللي فوق دوت، وده التايمر اللي مسؤول عن الاضاءة الاساسية اللي بتدخل الضوء للمزرعة بتاعتي. لو انت جيت لاحظت كده، تعالى مثلا ده كده مفيش قدامه كابل يضايقنا، لو لاحظت كده على التايمر هتلاقي كل تايمر مكتوب عليه من رقم 1 لحد رقم 24، زائد كمان ان في الجنب كده في زي تروس صغيرة، كل رقم متقسم لاربع تروس، كل ترس بيعني ربع ساعة، ربع ساعة فعلية من الوقت. يعني التايمر ده مصمم ان هو يكون شغال على مدار 24 ساعة خلال اليوم. طيب اشغله ازاي او اتصرف ازاي؟ لو انت مثلا بتدور على انك تشغل التايمر بتاعك ده من اول الساعة 9 صباحا، يبقى انت كده هتحسب الوقت بتاعك وتبدأ تشغل النور عند رقم 9 اللي قدامك ده، وبعد ما تعد 9 وتقول ده انا عاوز بقى اقفل النور عندي على الساعة 9 مساء، 9 مساء تعادل الساعة 21 او رقم 21 على التايمر. هتبدأ بعد كده تشغل وتطفي على حسب احتياجك. طيب تعالى كده نبص على التايمر ده انا مظبطه ازاي. هنا لو ركزتم هتلاقوا التايمر بتاعي في اجزاء مرفوعة لفوق بكمية كبيرة، يعني من اول هنا كده لو تلاحظوا من اول الساعة 10 انا كده عندي مخلي التايمر يشتغل الساعة 10 دي اللي هي عندي في المزرعة فعلي الساعة 9 بيبدأ التايمر يشتغل فيها، يعني بشغل الاضاءة عندي من الساعة 9 لان المكان اللي انا بربي فيه النهار بيكون الضوء قوي والطير بيبدأ يصحى من الساعة 7 صباحا، فما بحبش اخليله الاضاءة تكون داخلة عليه قوية مباشرة اول النهار ما يطلع. زائد كمان طبعا الصوت بتاع الطير الصبحية الناس بتكون نايمة فبيعمل ازعاج كبير جدا للجيران لو انا فتحت التايمر الساعة 7 الصبحية وقويت الاضاءة بجانب الاضاءة الطبيعية بتاعة النهار، فانا بشغل الاضاءة بتاعتي بتكون متأخرة شوية من اول الساعة 9 صباحا، ولكن انا لافف العداد بتاع التايمر ومخليه على الساعة 10، يعني الضوء عندي بيفتح الساعة 9 وبعد كده اقصده الناحية التانية عند الساعة 22 الضوء عندي بيكون قفل. لو هتلاحظوا هتلاقوا الترس كده هوت نازل. احنا دلوقتي الساعة تقريبا 9:30 تقريبا او داخل على 10، يعني عند التقريب ده الوقت دوت هنا كده. طيب ده بالنسبة للاضاءة الايه الاساسية اللي عندي في المزرعة. تعالوا كده في زرار مهم عاوز افرجكم عليه، هو الزرار اللي فوق ده. لو تلاحظوا تعالوا كده استنى اقول لكم حتة ما تكونش متطربة، او استنى كده نمسح ده عشان تبقوا شايفين. البودرة الناعمة اللي قدامكم ديت دي بتطلع من العصافير، لذلك يفضل قدر الامكان انك تبعد التايمر عن مكان الطيور، علشان كده انا عامل الستارة دي على سبيل تحجب البودرة الناعمة اللي بتطلع من العصافير، بس طبعا ما ينفعش انك تخلي اي قماش يكون ملامس للكهرباء عشان لا قدر الله ما يحصلش اي حرائق او ماس كهربائي داخل المزرعة بتاعتك. الجزء التايمر كده لما بتخليه على الجزء ده بيكون شغال كتايمر، اما لما تتك الزرار ده وكده تجيبه كده كده خلاص النور اهوت اشتغل بتاع المزرعة العالي وبقى شغال مباشر اهو كده، اللمبات كلها اشتغلت معايا وكده ضوء كضوء النهار، ضوء قوي جدا. لو انا طبعا استنيت شوية هتلاقي العصافير كلها صحت، فهلحق ايه اقفل واجيبه كده على التايمر. ولو تلاحظوا لما انا قفلت اللمبة كمان اللي هنا قفلت. رقم 2 عندي هو التايمر دوت، وده اللي شغال عند الاضاءة الخافتة، وده بيخليه معاكس للتايمر بتاع الاضاءة العالية بحيث ان الضوء العالي يقفل الضوء الخافت يكون فاتح، وبظبطه كمان ان هو يكون فاتح قبليه بربع ساعة على سبيل العصفور ما يتفاجئش ان فجأة الجو بقى ظلام دامس ويخاف ويتفزع ويعور نفسه من السلك. اخر حاجة بقى عندي التايمر دوت، وده الخاص بالشفاط. ولو هتلاحظوا هنا الجو عندي عشان الشفاط قدرة الشفط بتاعته مش كبيرة بالنسبة لحجم المكان، لان المكان اللي فيه الطير حاليا 25 متر مربع، لذلك انا مشغل التايمر بتاعي يشتغل نص ساعة ويقفل نص ساعة، وخليته يفضل على كده بالتدريج لنهاية الوقت بتاعنا، وخليت بداية شغله يكون الساعة 10 واللي هي الساعة 9 يعني فعليا، ونهاية الشغل بتاعه الساعة 9 بحيث ان ما يشتغلش والطير نايم على سبيل ما اعملش للطير بتاعي ازعاج. اما التايمر الرابع والاخير ده اللي انا مشغله للمبه الالترا فايلوت، ودي انا بشغلها ساعة الصبحية من الساعة 10 للساعة 11، وبعد كده بشغلها ساعة تانية من الساعة 3 للساعة 4،
يعني ساعتين في اليوم بس من اللمبه الالترا فايولت. ممكن طبعا التايمر الواحد توصل بيه اكتر من لمبه. اهم حاجه تراعي الاحمال والجهد بتاع كل لمبه، ما تركبش لمبات يكون اضاءه قويه جدا فتعمل لود على الكابلات بتاعتك او على التايمر نفسه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تخلوش بقى علينا ودعمونا باللايك على الفيديو وشير عشان غيرك كمان يستفاد. اسيبكم على خير وتقابل الفيديو الجاي في رعايه الله.